المخاطر الكبرى، أحد التحديات الراهنة التي تثير النقاش في عديد المناسبات. الجزائر ليست بمعزل عن ذلك، فهي معرضة بشدة لكوارث طبيعية قد تكون أكثر حدة في ظل التوسع العمراني الذي شمل كل مناطق الوطن. فكيف يمكن ترسيخ ثقافة وقائية من هذه المخاطر؟ الجزائر وفقا للقوانين فهي مصنفة ضمن المناطق الأكثر خطورة عبر العالم، وهي حسب القوانين يعني تشهد أو تعرف 10 أخطار من ضمن 14 خطر على المستوى الدولي. ندعو إلى ضرورة إشراك كل الفاعلين في الميدان، سواء السلطات الرسمية، سواء الأكاديميين، سواء المجتمع المدني، في صياغة هذه الاستراتيجية الاتصالية المتعلقة بالوقاية من المخاطر، من أجل ضمان انسياب المعلومات والرسائل التوعوية في كل الاتجاهات. تستند الإجراءات الوقائية من المخاطر على توفير المعلومات وتثقيف المواطن وإدماجه في الإجراءات الوقائية للتقليل من حدتها، فشدة الخطر تتناسب مع درجة الوعي به. هذا ما أكد عليه المشاركون في الملتقى الأول الخاص بالاتصال الاستراتيجي والأخطار الكبرى الذي احتضنته المدرسة العليا للصحافة. عند حدوث أزمة هناك استعداد ومخطط خاص، تنظيم خاص بالحماية المدنية، خاصة على مستوى مراكز التدخل العملية أو مراكز القيادة الثابتة في كيفية يعني تنظيم وسيطرة وبدء عملية الإنقاذ. أن الحماية المدنية من المقاييس الأولى المتدخلة من يخص مجال حماية الأشخاص والممتلكات، في ظل عمل موازي آخر وهو عمل وقائي في تسيير وتأطير المواطنين وكذلك المسؤولين في تسيير الأزمة. كل استراتيجيات مخططات الوقاية من المخاطر أو تجسيد فكرة الثقافة ما يسمى ثقافة المخاطر تدمج الفرد، تدمج المجتمع على أنه طرف فاعل، أن الذي يتسبب في إنتاج المخاطر يساهم في إعداد هذه المخططات ويساهم في إطار مقاربة تشاركية في إعداد المخططات الاتصالية. وبحكم عدة عوامل خاصة منها الطبيعية، تبقى الجزائر عرضة للعديد من المخاطر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لضمان نجاح استراتيجية وطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية وتقليل من حدتها دون إهمال دور المواطن.